وسهلا. أهلا وسهلا، والفضيحة نصيحة، والكاتم عن الحق شيطان أخرس. هالأطباء مش بس بلبنان موجودين، مثل موجودين بلبنان يعني موجودين بكل الأمة العربية، وهلأ عم بيخفوا كتير شرق غرب مطرح اللي فيه علم. أطباء علم نفس، نعم. في كتاب اسمه Beyond Psychology، وبالعربي شو ما بدكم أي كتاب لمريم، قلت لكم بحط اسم مريم نور، أو بالإنجليزي Peace Space، بس حماية لأنه مش القاموس اللي عم بيترجم، هيدي من النفوس وما بين النصوص، ما بين السطور مش ما بين الصدور. هلأ هالأطباء علم النفس عم بيلقطوا خصوصي بلبنان لأنه شعب ما بنقرأ، بيقول له حطي ماسكارا يا حبيبتي. رح أشرحها بالعلم، لما بتحطي هون وهون، هلأ التاتو يلي فوق هالتاتو هون، في واحد اثنين ثلاثة، علم the divinity of trinity، the unity of trinity، بسم الاب والابن والروح القدس، بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اثنين ثلاثة، بتضربي عيونك وبتضربي هون. من زمان كان في حنة بتحن، الحنة اللي عم بيحطوها اليوم ما إلها علاقة بالطبيعة أبدا، منا حنة، ما عندها حنان وما عندها حنية. فإذا لما بتحطي هو بتشوفي، صار كتار منكم بيعرفوا مريم بالكاد يرفوا عيونك، بالبيت ما بيرفوا، هون أنا تحت الأرض وفي رطوبة كتير، يعني معقول أعمل هيك. بس وقت بيكون قلبك اللي عم بيحكي، الأطفال ما بيرفوا عيونه إلا إذا كان عنده مرض بالكلى. كنا نلعب نحن وصغار، ليه؟ شفت كلب أسود؟ كلب أسود إيه شفته؟ شفته على الطريق؟ شفته. طلعت فيه؟ طلعت. خفت منه؟ لا، كذاب، خفت. منين بيجي الخوف؟ من الكلى. عندنا ثلاثة كلى، واحدة اثنين والجلد، وقت بيقولوا جلدوه مش يعني يضربوه، غيروا له جلده بالصيام بالطعام بالعلم بالفهم. انتبهوا لا تغيروا في خلق الله، بس تبلش العين ترف انتبهي، كمية زنجبيل بتقري بالكتاب وبتشوفي، ومنغير الأكل. هلأ بلبنان أنا عم بحكي عن بلدي، كل واحد على بلده، كل واحد بيعرف وصخ بيته، ما في شيء مواد حيوانية فيكن تاكلوها، حتى قلبين وأجبين والخبز، كل الخميرة اللي بالخبز منا خميرة الغطاس، خميرة بلدية يعني بالبيت، الخبز اللي بينعمل بالبيت. بس الطحين مني أكيد منين أبدا، انتبهوا. طحين، في طحين هلأ من علي عم بيجيبوه من استراليا، من هون ومن هون، بضل أشطف زوم من غيره، بس ما في لزوم. انت جيبي رز مطحون، وقلت لكم بجيب من عند رانيا أزان، بس مش من السوبر ماركت، ما تفوت مطرح فيه هيك، جبنا من السوبر ماركت وجبنا من عند رانيا أرخص، هم بمئتين دولار بتجيبيهم بستين سبعين دولار من عندها، هي عملتها صدقة وبتجيبي من عندها البدكة. قالوا لي روحي على الحمرة، ما رح سمي الاسم، هونيك في سوبر ماركت اللي بدك اياه بتلاقي لوتس عنده، وانا ناطرة حدا يجيب لوتس، في حدا مني بده اللوتس من اهلي. رحت لهونيك، خدت تاكسي انطرني، فت وصخ جاي الريحة. طيب عم بتمسحوا بهالادوية اللي كلها، مين المسؤول عندكم؟ مين؟ تفضلي. قلت له انت المسؤول؟ قال لي. قلت له عندك لوتس؟ قال لي البنت ايه قديه بدك؟ قلت له ثلاث اربع خمس علب. جابت لي وراء اسمها لوتس تبعها، هذا اللي ببيع اكل. طلعت هيك فرتشت، شفت سوبر ماركت كبير تحت الارض فوق الارض، يا عار العالم وين وصلنا؟ ما في شيء ابدا طبيعي بلبنان، كل المأكولات الطبيعيه، كل الماركات تبع ميتشوكوشي وغيرون وهيك واوشوا واشاوا كلها كذبه. اخذوا الماركات، والماركات تغيرت بنوعيتها، في اي بي سي بيجيبوا اضرب شيء، وعملوا حصري ولا بالكويت ولا بالسعوديه ولا بلبنان ولا بمطرح، ما لي سحابه حدا. الثقه هلا بالنوايا، فيك تحول السم الى دسم مثل ما عمل الحبيب وقت فات على عند اليهوديه، الناس اسلموا باخلاقه مش بالقران. انت بلغ ايه؟ انت تبلغها، انت عيشها،
من سمائهم تعرفونهم. تجوا على بيتنا بيت مر ويوم ونور، ما بهتم بالجسد ابدا. لجسدك عليك حق، بهتم فيك انت، وما في شيء مجانا ابدا. خلص شلت هالكلمه. الوحيده بالعالم العربي، يمكن بالعالم، بس بالعالم العربي انا اكيده، ولا اي وقف ولا اي دين ولا اي انسان ولا اي عربي ولا اي غني وفقير، بكل ما املك بعيش اللحظه اللي انا فيها لتكن مشيئتك. خلص اللي اعطاني النفس بيعطيني الفلس، هيك قال المسيح، وانا شفتها وعيشتها. كل ما املك ماديا معنويا، اذا بقي معي شي دولار بياخذها منصور وكارل وحسام، هالثلاثه اللي عم بيعملوا حزب الله. هالموقع بحزب الله بتشوف كل شيء، اللي بدك اياه، اللي ما بقدر اقوله ولا باي وسيله اعلام، لاني بحترم الكذب والنفاق، بحترم الدعايات والهشاشه، بحترم هالبرامج اللي عم نتكلف عليها بالملايين. شو عم نعمل؟ تتبيع هاي وهاي وهاي. فاذا ما في شيء طبيعي، ما في شيء اورجانيك حتى القافيه. انا بس يقولوا لولاد اخ صوموا تصحوا. هيدا كتاب صوموا تصحوا، الصوم والصيام. خلص الكتاب عندك، ما حدا في وقفك ابدا. والماما بتقعد بالمطبخ او انت او البابا. حتى شي 10 ساعات بالاسبوع بتطبخي، وما فيكي تطبخي الكوارا 03 42 42 90، اشطف زوم من غيره، جيبي من عنده اكل. او ليلى اللي بتطبخ لي، هي من اهل البيت انا وياها. بدك تروحي تشتغلي وتطلعي مصاري، وين عم تحطيهم؟ جنزير للكلب؟ اجت وحده لعندي مع سرطان، ولادها 2، شفقت على الاولاد. قلت لها رح اعطيكي، ما بدي شيء استشاره منك، صدقه ولا هي ولا هي، بس هو انا جايبته من عند اقوى على القليله. قالت لي ما بقدر، شاري صرمي ب 2000 دولار من لبنان ومعه 15000 دولار سوريه، بدها تشتري فيهم ثياب. اجا جوزها قال لي تنقبر تموت هي وياهم. قلت له يعني يمكن مش ولادك بس ولاد الله يعني اللي عندي غيره. اما سمعت شوي ما ماتت، وما ماتوا الاولاد، رجعوا على السعوديه. بس قالت لي هيك بدها تموت، ما اجت ليلتها. بس لما غيرت اكلها شافوا فرق، رجعوا غيروا اكلكم، غذاؤكم، دواءكم ودواءكم غذاؤكم. اسمعوا للانبياء واتركوا الاغبياء. بس انتبهوا، صوموا تصحوا، صوموا عن كل هالمأكولات، عن كل شيء اسمه سوبر ماركت، عن كل شيء اسمه مول، مول تنميل على المول والميل على المول. شوفوا وين في دكان، على القليل الدكان ما بيحط ها، اذا اضطريتوا تفوتوا لمطرح فيه هيك قطعوا نفس مثل المطار وفوتوا. دايما الجواب بالعقل، اعقل وتوكل، ربوط الجمل، واذا الله بده يفلتوا يفلتوا بنمشي. فاذا رح احكي عن هالاطباء اللي عم بتقلكم، هيدي شوفوا عم بيقول لي اعملي هيك، قال لازم تقعد ساعتين بالنهار مثل رودان. يا خيي رودان رجال، وطاقه الذكر عند الرجال هون، عشان هيك هو بيصلع، عشان هيك بس حطوا له جل على راسه وصار معه سرطان بالبروستات. خبرتكم اجت مرة قال معه سرطان بالبروستات، اي طبيب حده بهدلته. قلت له صرت عم تركب يوروز للنسوان يعني؟ قال لي لا. قلت له بروستيرون بروستيرون جستيرون، بيعمل لي كراشيتا وبيكتب لي كلمات ما حدا بيفهمها، بيتفق الصيدلي بصيدليه بتهز لي وهيك، وين عم تعملوا؟ وين عم تروحوا باموالكم؟ قال بقى تعمل هيك. فقعدي وحزني 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 وحزني، شوفي هالحزن كله 3 4 ساعات بالنهار. وحدي رحت عند حكيم السنين، قالت دخيلك الخليفه ولا وجع الدراس؟ قال لا قولي لي شو بدك تعرفي، بدي ظبط الكرسي. وهن اطباء السنين هن اللي عملوا كرسي التعذيب، واكثريتهم كيف بيموتوا. عشان هيك هولدا كلارك 88 سنه عمرها قتلنيها، لانه حطوا هولدا كلارك توث تروث، شايفه الامراض كلها عم تنحط بالسنين، السرطان هون الومنيوم. هلا قال هيك لازم تعمل وهيك لازم تعمل، عريانه وتقعد وشعرها كله صبغ ومبغ وانت تو متو فتو متو مسكره مسكره، قال وتقعد.
يعني شو هالطبيب وشو هالحميري، مع احترامي دايما للحمار يلي بيصدقوا انه هيك بدها تشفى، اذا ما شفيت بعدين هو بتعجبه في اللي انا بشفيكي. بعدين من بعد ما تقعد هيك كذا شهر وتروح وجاي لعنده ورايحه جايه، بحط لها هي بلبسها هي، هيدي هون موجوده الطبيب لطبها هون، طبيب للكاثوليك، شفتوا الارميت، طبيب للشيعه، طبيب للسنه، طبيب للارمن، في اطباء للبويصير، ما في بويصير ارمنيه وبويصير كاثوليكيه، ما في واحد عم بيموت ارمني، قالوا له بدي شيخ مسلم، قال ليش؟ قال له خلي واحد مسلم بيموت، هيك اقل بيموت مسلم مش ارمن، بده يعمل مسلم، مهضومين الحشاشين بس عم نعيشها. شوف عم بيزبط لها كيف بدي يحط لها هي، تعطيها موجات، هالموجات اللي عم بتفوت على دماغنا على راسنا، ما عنا عقل على راسنا وكلنا وهيك، هي نفسها اللي عم تنحط اقوى بالانترنت بالمايكروويف بالموبايل، ايباد مايباد ايباد، فينا نغير؟ نعم. ما تقولي العلم اسمه فنك شوي منك شوي، جبت واحد عمل لي فنك شوي نك شوي، شفت واحد على الطريق نفسه شعره، قالت لي لا هو هيك، اخذتها على جنب، شو عرفك؟ قلت لها من شعرك، خلاص ضبوه بون فام، ضبي شعرك بنضب عقلك، نفشتي لي شعراتك يلي بيجوا من افريقيا مدري منين، شفتكم بيجدلوا ثلاثة 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 هالسلافية، بكره بفرجيك. رجعوا إلى علم أعداد numbers and letters. You are not a number, remember you are a member. ولا هالعلم موجود إذا بدك تقرأ، أنت اقرأ قولي لي شو بدك تقرأ، كأنك عم بتقلي شو بدك بدي اتنفس يعني، ما فق في أسخف من هيك، ما فيني أقلكم سؤالات العرب. سرسرة، هلأ رح أرجع أحكي بطريقة تانية عن النحل، شوفوا شو حاطط هو، شوفوا شفافه قديش هن كبار، مش عامل تكبير لإلهم، هن هيك، هو مريض. هالإنسان المريض ما فيني آكل من طلعوا بشكله للطباخ، لكل واحد عم تتعاملي معه من سمائهم تعرفونه، جابوا عسل من عنده حتى يحطوه على المرض على الجرح على الطمي، وجابوا عسل من واحد تاني شكله فلاح مكفي سلطان مكفي، هون تسمم وهون تحمم، بس يكون مريض الإنسان أول شيء شو عنده؟ الحمى، الحرارة، تسقط الحرارة، الحمد لله سقطت الحرارة، المهم تسقط الحرارة وليه؟ ولما المعدة وقت بتحط أكل فيها ناي هو اللي بيطبخها، هون الطبخة بتنطبخ، ما تحط جيفة تملأ بطونكم جيفة، عند الضرورة عند اللزوم بتحب شوية سمك بيضة أو دجاج أو أنا ما بعرف من كمية سنة من مليون ألف سنة وسنة، بس بهالدورة بحياتي ما أكلت يعني مثل ما أهلي يقولوا لي، كنت أكل أكلة أعرف في شيء وما نسيتها ما نسيتها، ضليت متمسكة إنه في شيء غير الجواز والخليفة والخليفة لي. أنا وبالعرس عم بتجوز صرت فكر كيف بدي أهرب أنا وبالعرس، يلا ما في أهرب إلا من هالطريقة، جوزت وما بعرف اسم عائلته، بعرف إنه هي صاحب خيي، عرفتي عالم تاني، فتحت الباب ومشي أنا الوحيدة يعني، فتحت الباب كان عندي بنت يعني بنت بالجسد بالتراب، أمنت لها من بيت لسيارة للعلم للمدرسة لكل شيء مال كلها، وكنت عايشة بعد مع أفقر الفقراء، لمينا 10,000 دولار وبعثت لها إياها، قلت لها بتحبي إجي على العرس؟ قال لا ما بدنا شرايط بالعرس، اشتريت عقد الماس دكتورة وهو دكتور وهي، هيدي جسديا ما بدي، قالوا له مين أحبابك يا محمد وأخوتك؟ قال له اللي حبوني وما شافوني،
احكي مع انسان منه جسد ساجد هالحضرة عندي بالبيت، بحكي على العيلة اوقات بحكي معهم، بعرف انه مني وحدة يعني، بس بحب يكون عندي جار، ما بعرف حد شاكر رح كون مدري وين باللبون، لانه اجا واحد بده يعطيني بيت 400 متر 200,000 دولار، والبيت خشبة صغيرة يعني ماشي منه حلو كمان، وبده يجيب العربين لا تجي مريم نور ابدا. فاذا ننتبهوا من مين بدكم تاخذوا هالنحلات، شوفوا هي لحالها اجت واخذت وراحت عطيته لهالمرة المريضة، فتحوا الشباك حطته على البلكون، عطينا شقة قماش بقته، جبت هالقماشين يلي هي أخدتهم من هالوردة، تعرف وين بدها تروح، لأنه بالنوايا حكينا النحلات، حطيت إيدي عليها وقلت لها للنحلة هيك كنا نعمل بمر نهرة، هيك كنا نعمل بسيدة خلدة. فوتوا بالنوايا اليوم، نوايا الأطفال صادقة، نحن نوايينا اللي صارت دولار ودرهم ودينار وين في بس بطون النسوان هالقبلة صارت. وقت الإجيت في أنواع كثير من النحل، شوفوا هي شكلها وألوانها وهيك، ومنين سحبتهم ووين أخدتهم ومين اللي عم بيهتم بهالمريض، لبقى تشوفوا هيدا دكتور وهيدا مدري مين وهيدا، يا طبيب طبب نفسك. خبرتكم عم بحكي مع طبيب مع أستاذ بروزفور باليسوعية، يعني ما فيني لكم كيف بطبط سكر وبهدلني، شكرته بس لأنه أكيد بخافوا من مريم نور. كل رجال الدين جربوا مرة بصيدة التقوا يقتلوني، قال لهم المفتي صيدة قال لهم هي مسلمة ما بقتلها، حطوا لي بنيوتي بيع حرس وهيك، قلت له يا أخي ما بدي، اللي بده يقتلني بياخذ هيك، ما فيكم كلاني هيك راح لعندهم قال لهم أنا بحب أجي موت أشهده. أنتون سعادي هيك، أنتون سعادي حي، وين بدت الصلح؟ عم نهز إيدين، بمون عليك مثل أختك ما لقيت، كيف في؟ تركيا عليا مميزة هي وأمك، بس نحن اللي قتلنا أنتون سعادي مش رياض الصلح، هو آخر واحد بس بسببنا، ما بقى بدنا الحقيقة، ما حدا بده الحقيقة، الفطرة خطرة. هلا فيكن تفوتوا، عم بتفوت النحل، عم بتفوت الجرد، عم بتفوت الشيء، هيدي علامات هلا بتشوفوها، يعني الشتاء وصيف وما بنعرف بقى كيف عم بتصير الدنيا، القطب الشمالي والقطب الجنوبي رح يروحوا، ورحما كل من عليها فان، قالوا له حجر الكعبة عم تحفروا. بس وقت بتلاقي ما تدعسيها، أنا كنت يمكن الفيل ما خاف منه بس الصرصور بس هلا سكرت البلاليع كلهم وعم تشوف جراد وعم تشوف جردون وبشوف عصفور وبيغني والحمامة بتبيض على البلكون هون وهيك، وبتركها الدودة تفوت على البيت بالقطار، كمان النملة بتطلع على الطابق الخامس بعتذر منها، بتفوت بتقعد بالإنترنت بين الأحرف، في عندي هيك طريقة طلعها وحطها على ايدي بخدها، بقول لهم ما تفوتوا لانه ما راح اقتلكم، واذا لقيتهم بحط تفاح، بلاقيهم ما اجوا على هالتفاح اجوا على هاي انتبهوا. فاذا تركون يكونوا بالبيت اذا بدهم يمشوا، لان هن عم بيحطوا صوت هو بسكينه الانسان، صمت العارفين، وعم بيحطوا طاقه، هيدي الطاقه لا تروح عند واحد فانك شوي او غيره مانك شوي. أينما توليتم الاتجاه، أينما توليتم، بعدين ناصيتي هالسجود ما تعملها جسديا فيك تعملها بالنوايا. تتذكروا هالثلاث تلاميذ يلي استاذ ليش ما حطيت لنا علامة عن الدين، قال لهم بس ترجعوا من البيت، رايحين ماشيين ثلاثة رفقة صغار شافوا شجرة واقعة، الأول لبطة، الثاني دفشة، الثالث شو بيك ما عم تجي، قال له انطروني،
طلي يشد فيها يشد فيها يشد فيها هيك وحطها، بركي حدا فركش فيها، حطها على الحفة. طلع الأستاذ من خلف الحفة قال له أنت نجحت بالدين وديك ساقط. الدين معاملة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. ترجعوا إلى علم الفراسة، الكتب كلها محطوطة على موقع حزب الحمير. قعد بحزب الحمير. الحمار إذا حملته ركبته امرأة حبلة مع بنت أو مع صبي بيعرف كيف يمشي. بس قالوا له الحمار ولكن تفهم هلا ليش؟ قالوا له صرت وزير رئيس، نحن بدنا نبهدل الواحد نقول له يا حمار لا يا بهلي ايه؟ هيك بهلي وانا بهلي. بس الحمار ذكي كثير، الخنزير من اذكى الحيوانات، الطبيعه كلها ذكيه وبتفهم، كلها بتتناغم مع الفصول. الفيران بتعرف انه رح يصير في هزه، مره كنا بمطرح مركز هرمن ايهارا وقال انه بده يصير في هزه، حملنا اغراضنا كلنا يلا بالبوسطه، طلعنا على البوسطه وبدنا ننقل. هلا بضلوا تصدقوا لهي المعلم تبعكم؟ انا قلت لناس قلت لهم ما بيقول شيء، الزردون بيعرف، الفاره بتعرف كلها، بتصير في هزه هون. ما لحقنا وتركنا اوروفيل اجت الهزه كتار لحقونا. هرمن ايهارا وكلهم ما عشت مع جماعه الا مريم للطبخ بس ذا بيست كوك، لان هوديك بيحملوا كتاب بدهم يقروا، بحط المي الاول او الملح، الملح والمي او المي والملح. لوك اند كوك اند ثرو ذا بوك، زدت الكتاب مفتاح القلب. وهيك طبخت لواحد يلي عنده أهم مستشفى أهم عميد، قالوا لي هيدا فلان يعني عنده سرطان. بالأول بعت حدا من اللي بيساعدني $5 على الساعة، بعدين اجت مرته قالت أنت بدك تطبخي غير شيء أكله، قالوا لي روحي هيدا فلان. رحت البنية كلها إله خدم حشم مدري شو مشلو. أول يوم طبخت $25، تاني يوم $100، ثالث يوم عطيتني عقد لأمها ومصاري، قال لي عم بحرك إجري وراح أمشي. بس بلش يمشي قلت له بدي روح على المستشفى، قال لي بسكر المستشفى إذا رحتي. قالت له مرته إليانور، قالت له إذا ما هيدي أمك هي عم تطبخ لك بترجع بتنشل. رحت على المستشفى وفي وحدة قالت لي بنتي فلانة، قلت لها بنتك أستاذتي؟ قالت لي غيرت اسمها. قلت لها قالت لك عندك سرطان هيك؟ قالت لي مستشفى مهم. قالوا لي نحن لو من العرب بنسكر. قلت لهم انت عرب وانا عرب، المستشفيات ما بتضاين الكتاب اللي اسمه دكتورز لوك ات مايكروبايوتكس. اكثر سواقين التاكسي بايطاليا اطباء، ما زال اذا الدواء بيشفي ليه عم بتزيد الامراض؟ فكر فيها بس، شو الامراض الجديده؟ كل كذبه بتجيب كذبه اكبر كذبه اكبر كذبه. انا خالي كان طبيب بلاد الكره والبترون، يقولوا له يا شحيلي بس نشوفك منصح ما يعطي دواء. قلت له امي انت كاثوليك اعطيه دواء بتصير وزير صحه، ونحن نقول اذا اعطى دواء بنلعب بالقنينه، ما كنا شايفين القنينه. ليك هلا شو صار، طلعوا عدوما، شوفوا المستشفيات، شوفوا الامراض، شوفوا اللي بفوتوا على الكنيسه سترينج من قدام ومن ورا. وين راحت؟ وين الاخلاق؟ وين الاحترام؟ وين العلم؟ هلا زمن نعم علامات الصغرى نجينا من الاكبر. هلا هالكتاب لتكن مشيئتك، كلمه مشيئه ومشيمه يشاء حلوه كثير، انك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. كلمه يشاء هي جسر بينك وبين الله. انت بدك تاخذ اول خطوه، وقت قال له الحبيب للامام علي، علي وقف قال له مقدرين ومسير في عجرك، رفع له في عجرين فيك انت خير ترفع اي اجر، بس الثاني خد اول خطوه مع الشر او مع الخير، مين بدك؟ وين بدك؟ رح يضل الله يحبني ان كنت من الضالين او لانه ربي ربي قلوب بعد مليون سنه بصحى او الان. ف
فإذا لتكن مشيئتك، هيدا راسه لهالإنسان بالتراب بالأرض، هيدا تمه، هيدا هون، هيدا أفكاره مشوشة، شو بدك؟ هي هالجزء بدك التراب، بدك الجذور. إن هاللي عم بيعمل هلا هالبيت اسمه حزب الحمير، هني ثلاثة من لبنان بيلتقوا مع بعضهم دايما، كار نعم حسام منصور ومريم معهم، منشوف كيف هالكتب كلها تنحط بحزب الحمير ما يكون عندنا خوف. يمكن ما بقى اكتب قليل كتب عربي، بس بحكي الاشياء يلي عم بتصير بنوع خاص بلبنان وبالأشرفية وهالشحادين دخيلكم. شفت مرة وخبرتكم منع لبنانية بس من اللي خدم هون، حكيت قلت لها you have AIDS، قلت لي yes. هلأ صاروا فوق 201 بالأشرفية عندهم AIDS وعم بينشروا انتقام غضب. بس انت جيتي قدرك انك تجي على لبنان واشتغلتي بهالمطعم وما دفع لك، هو عطاك اياها وهي عطيت ابنه والابن والسوي عطى مره، هيك عم تنتشر. اجتمعت بكم واحد فيهم قلت لكم شفت بنت بحياتي مني شايفه اجمل منها بحياتي، قلت لها تعي على التلفزيون وحياتك رح تكوني انت الجميله، قالت لي انا صبي. قلت لها معك سرطان بالدم، لقيته قوي كتير، تعي لعندي طبيب ضل يعطيها أدوية أدوية، صارت امرأة ولكن ماتت لأنها سمعت للدكتور استفتي قلبك ولو أفتوك ولتكن مشيئتك أنت مع مشيئتك.